زميلين عزيزين علينا بهيئة الرباط إلى حادثة مؤلمة وفاجعة بالنسبة لنا هيئة الرباط، أدت إلى وفاة زميلين وزميل ثالث يرقد بالمستشفى بين الحياة والموت. كانوا سيكونون بيننا اليوم ويرددون الشعارات، وكانوا من أحرص الزميلات والزملاء على حضورهم وعلى مقاومتهم ضد هذا البلاغ الثلاثي. فلذلك أطلب منكم جميعا ترحما عليهما أن نتلو بداية سورة الفاتحة جميعا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ابدل، اللهم تجاوز عنه واغفر لهم وارحمهم، اللهم ابدلهم خيرا منا وخيرا من هذه الدار، اللهم ابدلهم اهلا خيرا من اهلهم، اللهم يا رب ان هذه الماساة الجمت السنتنا وحرقت فؤادنا، لكن يا الله اللهم انا نسالك لنا ولاهله ولاسرته الثبات، اللهم يا رب اغفر لهم مغفره عامه وارحمهم رحمه عامه، واسكنهم يا ربي في منزله الشهداء، فانهم شهداء قضيه وشهداء البذله وشهداء العزه والكرامه، فاللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم. سنجدد تلاوه الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة الكلمات راه ما عنديش، ولكن نطلب جميع المسلمين على مختلف في العالم انهم يدعيوا للاخ ديالي سعيد شتاتو والاخ ديالي امين ايت حماد بالرحمه والمغفره. الاخ ديالي راه كان واحد الشخص مبدئي ومناضل متطوع، ما تقدرش تصور في العائله ديالنا حنا الصغيره وفي العائله الكبيره. اخر حاجه دار هو السبت ولا حد مشى، هو عضو في مؤسسة عطاء حفروا 8 آبار، وكلفني في العديد من المناسبات أنني ننقل مجموعة من المساعدات لمناطق كثيرة في المغرب. نطلب جميع الناس، جميع المسلمين، جميع الناس اللي تشهدوا بالله والكتابين أنهم يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة، يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة. خديري راه كان مناضل مبدئي، وآخر فيديو اللي كان وثقوا فيه أمام المحكمة الابتدائية بصدد التنديد بهذا القرار الجائر، وينتمي لأسرة جيش التحرير، أجداد ديالو شهداء، وجميع العلماء اعتبروه أن ضحايا حوادث السير شهداء، وبالتالي نسأل الله أن يجعله هو والزميل والصديق من الشهداء. شو الحوار اللي كان بيناتكم آخر مرة؟ آخر حاجة دار لي قبل ما يموت، خادم مسائل الخصوصية جاب بيتزا ليا حيت أنا وياه تنعيشو واحد آخر، حطها في الدار كلا نص مشى كليت النص. هذيك الليلة ما جانيش النعاس، ما حسيت بشي حاجة. المهم الطلب واحد، تنطلب الناس كاملين أنهم يدعيوا له بالرحمة وبالمغفرة لسعيد شتاتو
امين ايت امين ايت حامي بجوجهم وجميع الناس راه تيشهدوا نعمه الاخلاق.